الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم كما تعودنا بحث جديد، هو الرعاية الإسلامية في المجتمع. المجتمع الإسلامي له رعاية خاصة لجميع أفراده، وكل فرد في المجتمع له رعاية خاصة. فمن الرعاية التي قام بها الإسلام رعاية الصغار، ويدخل فيها الحضانة الأم وما إلى ذلك، ثم رعاية اليتيم، ثم رعاية ابن السبيل يعني الغريب الذي أتى من بلدة غريبة، ثم رعاية الشيخوخة، ورعاية الحامل والمرضع، ورعاية العاجز، ثم المشردين. كل ذلك الإسلام قام برعايتهم رعاية كاملة. فالمسلم يجب أن يعلم أن الإسلام ليس هو دين عبادة فقط، بل هو دين اجتماع، دين شمل كل أنواع الحياة. فالرعاية في الإسلام رعاية يقوم بها كل الأفراد من غير أجر، إن أجري إلا على الله. يقوم أفراد الشعب بهذه الرعاية تحت ظل الإسلام. فمن الرعاية أولا رعاية الصغار. الإسلام ضمن الصغار رعاية وكرامة وحياة ما لم يبلغوا فيدخلوا في مدخل الرجال. فمن رعايتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين أولا ثم المجتمع الإسلامي ثانيا. أما الوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. الأب يجب أن يعين الولد على البر وعلى الطاعة، بأن يفسح له مجالات الخدمة ومجالات البر ومجالات التقرب. أما إذا كان الأب جافا أو قاسيا، كلما أراد الولد عملا انتهره وشدد عليه وطرده، فهذا الأب حرم ولده البر والإحسان. هذا من حق الوالد أن يحرض الولد على الاستعداد للبر، سواء كان عملا صغيرا أو عملا كبيرا. لجيب لكم مثل صغير جدا. الأب أعطى ولده خرجيته فاشترى فيها أضامة، فرحان اشترى شوية أضامة وجاي، أو اشترى شوية سكر. فالأب ينادي لابنه: ما بدك تطعميني؟ طعميني ضماي. الأب بحاجة لضماي من ابنه، لكن هي عم يحرك في الولد كيف يقوم الولد ببر أبيه، كيف يحسن إلى أبيه. لو حصلت شوية ضماي حسوب حساب والدك ولو بضماي. هالضماي الأب بشوفها غالية، لأنه هذا الولد ما بيملك غير هالضمايات، ففضلك على نفسه بهالضماي. هي بالنسبة للغني بتطلع أكثر من ليرة ذهب بالنسبة لمن يملك الذهب. فهذا الإعانة على البر، يكون الأب دائما يحرك بالولد كيف يبر والديه، كيف يحسن
إلى الوالدين، ورحمة الأب للولد. الأب هو اللي عطاه، لكن مشان يتعود الابن كيف يبر الوالدين، له طعميني سكرة، ما بدك تطعميني؟ إذا بتطعميني سكرة بعطيك فرنجين، بعطيك ربع ليرة إذا بتطعميني سكرة. حرك فيه، وإذا طعمه سكرة يعطيه ربع ليرة. مرة تانية ما بيعطيه سكرة، بيجيب له سكرتين. فإذا نشأ الولد من الطفولة على إكرام الوالدين، طعمي أمك، طعمي أختك، فإذا نشأ على ذلك بيكبر وفيه نفسية التقدير والاحترام للكبار. أما بيقول له لا تطعمي أخوك، ها، لا تطعمي أختك، هدول إلك. فالأب عم يقطع صلة الرحم، وعم يقطع الحنان من الولد بقسوته وشدته. فالإسلام رحم، رحم الوالد، هذا رحم الولد، هذا كرحمة خاصة من الأب أن يرحم ولده. أما المجتمع فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتهديد، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أي صغير بدك تقوم برحمته، والرحمة ليست هي الطعمي سكرة، الرحمة أن ترحمه بتعليمه للخير وإبعاده عن الشر، أن تذكره بما ينفع وتبعده عما يضر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بيش بدك توقيهن؟ بالدلالة إلى الخيرات والمبرات والبعد عن النقائص والرذائل. هذا البر للوالد للأولاد. فأمر الله الأب إذن من طفولة الولد أن يرحمه. والرحمة رحمتين، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. رحمة الدنيا دلالته على فعل الخير، ورحمة الآخرة أن تفسح له أبواب البر وأبواب الخدمة ليقوم بها. فهذا أفضل ما يقوم به الأب مع أولاده. الأب ما بيعرف إلا عود ولا تتحرك، سكوت، وانت لسه ما حلك تحكي، ولساتك ما فاسيت عنك البيضة، ولسه ما بيعرف الأب إلا هيك مع أولاده. هذا الأب ما ربى في أولاده العطف والحنان. لازم نربي من الطفولة العطف والحنان والحب. هذا من واجب الأب وواجب الأم. مع الأسف الأب والأم ما عادوا فاضيين لأولادهم، إذا شاف عنده وقت فاضي بيقعد على التلفزيون. هذا الأب والأم. أما أنه يقعد يربي ابنه على هالأخلاق، يربي ابنه على هالتربية، هي خسرها المجتمع الإسلامي بخسارة المعلم، بخسارة الشيخ. لما خسرنا الشيخ المربي خسرنا هالتربية في المجتمع. دكتور بتعمل لها مع أولادك أنت؟ ما فاضين الأكثرية، ما فاضي يقعد مع أولاده يعلمنا التربية، ما فاضي يعطي ابنه اللي ابني تاع طعمي أختك، طعمي أخوك، يعني طعميني ابني. في ابنك السخاء من الطفولة، اجعل فيه بذرة السخاء، خليه ينفق يدفع. بينما الولد إذا أجا أخوه بده يأكل ضامية بيبكي وبيقتله وبيتضاربه مشان ضامية. الأب ما ربى والأم ما ربته. فصلى الله عليه وسلم، رحم الله والدا أعان ولده على بره، تعينه على عمل يستطيع فيه أن يقوم فيه بالبر، لا يقع في سخط أو لا يقع في غضب. هي ناحية كتير الإنسان ما بينتبه ليها، أمور بسيطة لكن الإنسان يجب أن يحذر. من البر أحبابي أن الولد ما يعطي ظهره لوالده. إذا عطيت ظهرك لوالدك أنت عاق، ما لك بار. البار لا يلتفت عن والده، لأن النظرة إلى الأب نظرة الرحمة لك فيها حجة وعمرة مقبولة.
كل ما نظرت لأبيك نظرة رحمة لك فيها حجة وعمرة مقبولة. سيدنا عمر قال له يا رسول الله وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال له الله أكثر وأطيب. سيدنا عمر صار يقول الله أكبر كثر خير ربنا وطاب. الله أكبر، إن كل نظرة بحجة إذا نظر إلى أبيه نظرة الرحمة، بينما إذا نظر نظرة العبوسة حط العادة بوجه أبوه كتب عند الله عاقا. فالبر تنتبه ما يلتفت إلى أبي. أنا هلأ الله يرضى على الأستاذ محمد خليه يصلي فينا إمام، لكن ما بوقف وراه، مع أن اللي بيوقف وراء الإمام مين شو بده يكون؟ بده يكون عالم أو حافظ، إذا أخطأ الإمام يرده، ما بوقف وراه. وإن كان في الإمامة وإمام وإن مع جنب لئلا يقع في أي شبهة من خطأ مع والدي، مع والدي، كان والدي عمي الله عز وجل يتغمد برحمته، كان أمي، فكان يقدم لي صلي ما صلي في إمام، قال له صلي أنت فيه. ما أنه صلاة العالم كما قال عنها الفقهاء وراء الأمي صلاة غير صحيحة، فصلاتي صحيحة ولا لا أعطي ظهري لوالدي. كان لما يجي لهون على الجامعة بده يصلي رحمة الله عليه قال له نفسحوا له مجاله خليه يوقف هون، ما يوقف وراي حتى ما أكتسب خطيئة أو اسم بإعطاء الظهر إلى الوالد. فلازم ينتبه الأب يخلي ابنه دائما دائما في البر، بدل ما تقعد هون تقعد هون، هون عود، لا هون منيح بابا، لا يا أنت بتقوم يا هو بيقوم، حتى ينتبه الولد ما يقع في العقوق. فإعطاء الولد ظهره إلى أبيه عقوق، ورفع الصوت عقوق. لو رفع صوته على أبوه قال له لا ما بدي، لا ما بصير، هذا عاق، فما بصح يرفع صوته، هذا كله من الآداب. فحتى نعلم الأبناء ونرحم الأبناء، هذا كصبي. وإذا بنات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له 3 بنات فأدبهن، في رواية أو أخوات، 3 بنات أو 3 أخوات، فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن سترا له من نار جهنم، حجاب بينه وبين جهنم. فالبنات السلاسل بيحجبوه عن جهنم، لا يمكن أن يدخلها إذا أحسن تأديبهن. بعض الصحابة قال يا رسول الله بركي كانوا 2، قال واثنتان، لو 2 رباهن أحسن تربيتهن بيحجبوه عن نار جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن كانت واحدة؟ ما أجا غير بنت واحدة. قال وإن كانت واحدة فواحدة، واحدة كمان تحجبه عن نار جهنم. ستنا عائشة قالت له يا رسول الله ولي ما أجا أولاد؟ ما في عند أولاد. قال أنا فرط أمتي على الحوض، أنا هني سابقكم بهيئ لكم الأمور كلها، صلى الله عليه وسلم. هي رعاية الصغير. الآن من رعاية الصغير الآن ينتبه الأب إلى بعض الأمور. أول أمر انتبه إلى رفيق الولد، رفيق ابنك، هذا أعظم بلاء ومصيبة بيقع فيها الوالدين من الرفيق. ممكن يكون رفيق ولدك شقي، ممكن يكون رفيق ولدك إنسان غير مؤدب، بدك تعرف مين رفيق الولد. فبتقول له جيب لي رفقاتك وتعال تفحص رفقاته آدابهم بالبيت ما مقدمين، بتقول له هاد ما بتمشي معه، هاد بتمشي مع هاد، ما بتمشي مع هاد. هي أول وحدة تأديب الولد بالرفيق. أي الرفيق له من سن 5 سنوات لازم تأتني برفيق ابنك، هي وحدة. متى ما أمننا رفيق الولد بدك تنتبه للولد
إلى ألعابه ولعبه. لعب الولد وألعاب الولد، كثير من الأولاد بياخذوا أشياء يلعبوا فيها بيتضرروا فيها. مثل الأولاد بالعيد شو بيعملوا؟ بيشتروا الفتيش، بيشتري بيجي عم يشعلها نفضت على عينه روحت له عينه. كثير من الأولاد هيك. السبب إنه الأب ما منتبه لابنه، بيعطيه مصاري وروح اشتري والعاب، بده ينتبه إلى الألعاب التي الولد يلعب بها. من اللعب في للولد لا يجوز للأم أن تدع للأولاد في البيت ما فيه ضرر وإن كان بسيطا. فبدها ترفع الإبر والدبابيس والسكاكين، بدها ترفعه من قدام الأولاد، والحبوب الأدوية هي كلها ما بيصير تقعد بمتناول الأولاد. بتلاقوا كل دواء شو كاتبين عليه؟ بعيد عن تناول الأطفال. فالأب بيجي بيشرب بخليه أنية الدواء، أم بتشرب بتخليه، بيجي الولد أمه بالمطبخ بيجي بيفتح العلبة وبيصف الحبات، شاف أمه عم تصف صف الحبات، شاف أبوه عم يصف. ولد هذاك اليوم أبوه مريض مرض القلب رايح فاتح الأنينة وآخذ الحبوب كلها، فمتسمم لحقوا على المستشفى كان الأجل أقرب. مين اللي قتله؟ أمه وأبوه، لأنه حاطين الدواء قدامه. فلو كان الأب واعي بياخذ الحب بيرفعه لفوق، الأم بترفع الأدوية. فالأدوية والسكاكين المقصات الإبر الدبابيس هي كلها لا يجوز أن تكون بين متناول الأطفال. فالأم بتكون ما لا منتبهة، تجي بيجي الولد بلع الدبوس وبيصرخ وما نعرف شو صاير له، ويبكي ما نعرف شو صاير له، شو صاير له؟ إبالع دبوس وما نعرفانين. فقديش بدنا نكون حذرين على الأولاد، خاصة الولد بعد ما بيمشي أول مشيه بصير كل وحشي كل وحدة بده يسناولها. حاطين قدامه تبع الورد، ميلا كسرها، جرح إيده، قطع عرق من عروقه. فكل خطيئة بيرتكبها الطفل الأم مسؤولة عنها. إذا ما كانت الأم مربية ومنتبهة فالولد بيقع في عدة مشاكل إذا ما صاب عاهة دائمة في حياته بسبب انشغال الأم ولو انشغال بسيط. فهي من رعاية الأطفال، وهذا في الإسلام. المرأة الأم كلما التفتت إلى ولدها لفتة حنان لها بكل لفتة عشر حسنات. لفتة بحنان شو عم يعمل الولد؟ بكل لفتة إلى عشر حسنات. كم لفتة الأم بتلتفت لولدها؟ وإذا الأم لا ملتفتة هي عم تشتغل بالمطبخ والتانية بالغسيل وتارك الولاد. فلازم ننتبه كل الانتباه، خاصة والآن صار في بيوتنا البوتيغاز. الولد بيشوف أمه عم تفتح البوتيغاز بيجي بيفتح البوتيغاز، من شم نحن ريحة الغاز بالبيت بدنا نركض نسكر. ولا يجوز أن نوقد نار إلا بعد ثلث ساعة، أنه لا يزال الغاز موجود إذا ممكن يلهي بالبيت. فلازم الأم تكون منتبهة الغاز، ممكن الولد يشعل الغاز، ممكن الولد يجي على طنجرة محطوطة على الغاز بيشوف شو فيها وهي عم تغلي بيقلبها عليه بينسلق. خاصة إبريق الشاي، انتبهوا إبريق الشاي، بنغلي الشاي بنحط الإبريق على الصفرة بيجي الولد بيطرق الإبريق كبه على حاله. إبريق الشاي ما بينحط قدام الأولاد، إبريق الشاي بينحط قدام الأب والأب بيصب مشان ما الأولاد يجوا ليه. هذا كله من رعاية الأطفال التي أمرنا الإسلام بها، وهي أظنكم لازم تنتبهوا لها ولا ما لازم؟ هي لازم ينتبه الأب والأم، ينتبهوا كل الانتباه إلى هذا. في الآن المطابخ
عم يساوي فيها دروج، عم نحط بالدروج سكاكين، عم يجي الولد يفتح الدرج عم يطالع سكين. فالدرج اللي فيه سكاكين لازم يقفل، ما لازم يكون مفتوح قدام الأولاد. بيجي الولد بيفتح عم يروح لأخوه، عم يجرب السكين بأخوه، هذا قطع ايد أخوه، هذا ذبح أخوه بالسكين، لأنه ما لنا منتبهين. فهي رعاية الأولاد التي طلب الإسلام رعايتهم. من رعاية الأولاد حضانة الأم للولد. الأم يجب أن تكون حاضنة لأولادها ما دون البلوغ. فلو أن الأب طلق الأم فالولد للأم حتى يبلغ، هلا في المحكمة حتى يبلغ 9 سنوات، متى ما بلغ 9 سنوات بيرجع للأب. أما ياخذ الأب وهو لساته أقل من 5 سنوات، فهذا الأب حرم الأم ولدها. وأيما رجل فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. بحب النبي الله بيفرق بينه وبين النبي، لأنه فرق بين الأم وبين ولدها. حصلت قصة في زمن سيدنا أبي بكر، وانتبهوا، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه طلق أم عاصم، عاصم ابنه، طلق سيدنا عمر أم عاصم، وفي عاصم لساته صغير. فسيدنا عمر طلع شاف الولد برا، حمل الولد ومشي، ابنه عاصم حمله ومشي. ركضت الأم، ابني ما بعطيك إياه، ما بخلي لك إياه. أخذ الولد فاحتكمت عند أبي بكر، هو الحاكم القاضي، احتكمت إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. بعد ما هي شدت وهو شد، هذا إلي لا إلك، لا لح يخلعوا كتف الولد بقوته، أخذوا ومشي، احتكموا إلى سيدنا أبو بكر. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حكم به للأم، قال له بترجع لي؟ قال له أنا أبوه أنا. فقال له يا عمر ريقها خير له من شهد وعسل عندك. ريقها، ريق ابن أمه أفضل من العسل والشهد إذا موجود عندك، رده. فرده عمر لأمه، ريقها، رضي الله عن سيدنا عمر، ريقها خير له من شهد وعسل عندك. فإذا كان ريق الأم فمعناتها لا تفرق بينه وبينها، لما بيبلغ بيصير بيرجع. فهكذا الإسلام جعل. وهي سيدنا عمر، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر حكم عليه، ما في عمر صاحبنا وعمر أخي وعمر، الإسلام فوق الكل. رد الله يا أنا أبوه وأنا بطعميه بحطه عند خالته، قال له رد له يا، رد له يا، الريق تبعها أفضل من العسل تبعك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له إلى أين؟ قال له حتى يثبت فيختار، لما يثبت متى ما بلغ بيختار، بده أمه بيتم عنده، بده أبوه بيجي لعنده. فهذا إبركي علمته علي إلى تربيه لحتى يكبر. وهذا أماني عند الأم، والأم لا يجوز لها أن تحرض الولد ضد أبيه أو تمنعه من أبيه. فهي حصلت في زمن رسول، في زمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أقرب الناس إليه وهو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة للصغار
للأولاد. عندما مرض سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعد كان من الأغنياء، فظن أنه هذا آخر عمره بهالمرضى هاي، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنده فقال له: يا رسول الله، إني رجل موسر، عندي مال ومالي كتير، ومالي غير بنتين، فبتأذن لي أتصدق بالمال؟ فالنبي قال: لا لا. قال: يا رسول الله، بسلسيه. قال: لا، كثير، تلتين كتير. قال: بنصفه. قال: لا، كثير. قال: بسلسه. قال: السلس والسلس كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء. مين الورثة تبعه؟ بنتين. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالتان يتكففون الناس، يكونوا فقراء يدوروا على لقمة الخبزة، يشحدوا لقمة الخبزة، أنت ابني لهم الغنى واعملهم أغنياء. لما بيصيروا أغنياء الناس بتطلبهم ما هن بيطلبوا. فهيك الإسلام، هي بنتين، وقال له بدك تكون. فلو كان عنده 4-5 أولاد ما بيصح. سيدنا عمر قديش جعلوا الوصية تبعه؟ الربع، ما التلت. قالوا له النبي قال السلس، قال السلس والسلس كثير، معنى كثير يعني قللها، فجعلها الربع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثلاث أرباع لمين بيبقوا؟ للأولاد، خلي ينشأوا الأولاد بعز بكرامة بغنى ببحبوحة. أما راح أنفق المال وجعل أولاده فقراء، بعرف كان بعض الأولياء ومشهود له رحمة الله عليه ورضي الله عنه، مشهود له بالصالحية كان من الأولياء، لكن كان ماشي على قاعدة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هي آية قرآنية؟ حديث صحيح؟ حديث ضعيف؟ هذا كلام عوام، هذا لا حديث ولا، لكن هيك كان. شو يجي يصرف؟ يجي واحد يعطي هذا ويعطي هذا، والبيت بيت على فقر، ما في شيء، فقر البيت. فلما توفي ما وجد ثمن كفن يكفنوا فيه، كفن ما وجد حق الكفن. عنده 5 أو 6 أولاد وأمهن، ما في شيء بالبيت، أخذوا كفة الميزان صار يدور على الدكاكين ليلموا له حق الكفن حتى يكفنوه. وبعد موته الأولاد مين بده يطعميهن؟ أمهن تشتغل خدامة تمسح الأراضي بس من شان الطعمي أولادها، وتدعي على جوزها. يعطي الناس وأولاده، هي ولاية هي، الله يضعن سيدنا ويزيد البسطامي. قالوا له: يا سيدنا، اجا ولي من أولياء الله على البلد، تأذننا أنه نروح نزوره؟ قال له: لا، لروح أنا أشوفه قبلكم، إن كان من أولياء الله بأذنكم نزوره. فراح شافه عم يتوضى، لكن لما عم يتمضمض عم يدفل على اليمين ما عم يدفل على الشمال بالوضوء، مضمض، لما تتمضمض وين بدك تبزق المي؟ على الشمال مو على اليمين. فلما شافه عم يبزق على اليمين رجع قال لهم: يا ولدي، لا خير لكم في رؤيته. لا خير، ليش؟ قال: لأنه غير مؤتمن على السنة. فإذا كان ماله مؤتمن على سنة النبي، شلون الله بده يأمنه على أنواره وتجلياته؟ الله يرضى عنهم، قديش كانوا دقيقين في ذلك. فأبني بدك، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون. يعني الأب بده يشتغل ويتعب ويجعل ثروة يغني أولاده، هذا ابني الأب الصالح. أما ثروة وأنفقها في حياته،
وعلى فعل الخيرات وعلى هذا ما عرف حقيقة الإيمان. وقال النبي لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سيدنا علي له كم ولد؟ من ستنا فاطمة شو له؟ ولدين، الحسن والحسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أوصيك بريحانتي الحسن والحسين. أولاد البنت هذول غاليين. أوصيك بريحانتي، الريحانة اللي بشمها، الحسن والحسين. كان النبي يضمهما ويشمهما ويقبلهما وكان يركبهما على ظهره. لذلك اتخذ العارفون بالله رضي الله عنهم قالوا: من أدب السنة أن البنت إذا أجاها أولاد يركبهن الجد على ظهره، يركبهن على ظهره. فسيدنا الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي رضي الله عنه وأرضاه بنته تزوجت لكن ما جابت أولاد وحضرت الوفاة، فقال: أوصي بوصيتي، إذا ابنتي أتت بغلام فركب الغلام على قبري لعلي أعمل بالسنة ولو بعد الموت. هيك عرفوا الاقتداء برسول الله. أوصيك بريحانتي، هي الحسن والحسين صلى الله عليك يا رسول الله. فأديش النبي عمل القاعدة لرعاية الصغار، فلازم تكونوا كلكم منتبهين لرعاية الصغار. إذا أمك ما انتبهت أنت انتبه، إذا أبوك ما انتبه أنت انتبه على أخواتك، انتبه على أخواتك. فالصغار البنات والذكور ما يقعوا في خطأ. أما أنت قاعد فاتح كتابك عم تقرأ أو التلفزيون عم تتفرج وأخوك عم يدحدح ولح يجي على الصوبيا لح يحترق فيها، وأنت شاعلين الصوبيا الكهرباء شاعلي وبشوفها هيك حم حمرة حلوة بيجي بده يمسكها وانت قاعد عم تقرأ. كمان الأخ مسؤول والأخت مسؤولة حتى ما يقعوا الأطفال فيما وقعوا فيه. هذا بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد الصغار. فإذا كان الإسلام رغب فقال لك: قوم فأمن لولدك أدبه وخلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده، النحل الهدية والعطية، ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. أدبه الآداب، إجا ضيف خلي يكون أديب معه. أما بيجي للضيف في ولاد تنجلئ الضيف، في ولاد ما بتحاكي الضيف، لا هي ولا هي. علم الأدب كيف يكون مع الضيف، خلي يتكلم مع الضيف لكن علمه كيف يتكلم. أما يلي عم شايع بينات الناس كلها، إذا كان إجا أخوك يعني عم الولد إجا أخوك ليزوره، شو بيقول له لابنه؟ سبوا سبوا لعمك، سبوا، ما هيك بيقول له؟ سبوا لعمك، بدل ما يقول له بوس ايده حط على راسك قال له اهلا وسهلا يا عمي، بيقول له سبوا لعمك. هذا الادب؟ فبما تربي ابنك على الادب الصالح يصير له توقير وتقدير من صغره، بما تربيه على هالاخلاق السافلة نسأل الله العفو والعافية. فيلي بيربي أولاده أو بيربي بناته بيعتني فيهن هذا فله الجنة. والولد مثل ما بيتربى بده ينشأ، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأبوه عوده على الرزالة، شو بده يطلع الولد؟ بعض الآباء عم يحط أفلام، الأفلام يلي ما بيصح النظر إلها، وبينادي لابنه تعال تفرج، تعال. الابن عم بيستحي والأب ما عم بيستحي.
الكبار ما بدي يتفرج، ما بصير إلا تعال تفرج مشان ما يفوتك شيء. هذا أب، هذا حيوان أحسن منه، الحيوان أحسن منه. بيقولوا السبع، وإذا ولده كبر لا يدع ولده يقرب اللبوة إلا بعد بلوغه بسنة. هي من أخلاق السبع، بعد بلوغه بسنة بيأذن له، أما إذا شافه بده يقرب وهو قبل السنة بيعضه. لك هي الحيوانات عم يعرفوا التربية. نحن من الصغر عم نفتح الولد على كل شيء، فهي رعاية الصغار. أما إذا كانوا الصغار أيتام، الأيتام في الإسلام لهم دلال خاص، كرامة لليتيم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عاش يتيما صلى الله عليه وسلم، فحرض الناس على إكرام اليتيم. اليتيم مين؟ اليتيم الذي يموت أبوه وعمره أقل من 15 سنة، هذا اسمه يتيم. أما إذا كان بلغ صار أكثر من 15 سنة ما عاد فيه يتم. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، يعني بعد البلوغ ما في واحد اسمه يتيم. مين فيكم هلا يتيم؟ اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ. لكن الآن الأيتام كتار. اليتيم الحقيقي يا ابني اللي ماله شيخ يربيه، هذا اليتيم. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدبي، يلي ماله مربي ماله معلم، هذا أفقر من يتيم. إن شاء الله ما بتصيروا أيتام، رجائي بالله. الله يبارك لنا بتربية أهل الله ويجعلنا دائما تحت نظرهم. فاليتيم إذا رأيت يتيما فأعطف عليه وابذل جهدك لإدخال السرور على قلبه، ولو أن تضع يدك على رأسه حنانا وعطفا. وضع اليد على الرأس، بمجرد ما حطيت إيدك على رأسه. ورد حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث وضع وحديث مسح. حديث الوضع قال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع يده على رأس يتيم رحمة، يعني حنان وعطف عليه، من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، كل شعرة. الرواية الثانية من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. فإذا كان اليد بدها تمسح، السنة تمسح رأس اليتيم من أفا لقدام، من أفا لقدام. بهالعملة هي بتمر إيدك على كل شعر الرأس، أما إذا من قدام لورا ما على كل الشعر بتمر، أنه في شعرة طويلة وفي شعرة قصيرة، راحت القصيرة بالطويلة، أما بالعكس بتمر على كل الشعر. بكل شعرة حسنة، الرأس كم شعرة فيه؟ ليش أنت ما بتعرف؟ لا أنا بعرف. في حدا منكم بيعرف يرفع أصبعته؟ قدي 120,000. أنا بعرف أكثر من 10,000، أكثر من 10,000. رقم صحيح هذا، 120,000 رقم صحيح. فإذا كان 120,000 130,000 حسنة بيحطت إيدك على رأسه،
ما حطيت ايدك يعني طعمي لك يا شافي قرص فلافل طعمي ما سكرها. السكاكر لازم نمنع الاطفال عنها لان السكاكر عم تضر اسنان الاطفال، فمن طعميهم شيء ما يعلق باسنانهم. فصلى الله عليه وسلم، هذا اذا كان مسحت راس اليتيم. كم واحد فيكم يتيم هلا؟ لا والله كنت ايتام. يلي ما تعرف على الشيخ وما صلوا يا ابني الشيخ والله يتيم يا ابني، والله يتيم. اما اللي صلوا المعلم لو مات ابوه، لما توفى والدي رحمه الله عليه شيخنا الله يرضى عنه ويزيع عني افضل الجزاء، لما شافني قال لي يا ابني عظم الله اجركم. قلت له سيدي وجزاك الله خيرا بايش؟ قال لي ما توفى والدك. قلت له لا. قال لي بلغني والدك توفى. قلت له لا يا سيدي انا ابي ما توفى، والدي لا يزال حي، الله يديمه علي ويعيش وخليني تحت جناحه. قلت له انت ابي وروحي وحياتي وجودي، ابي اللي ربى الجسد رحمة الله عليه، اما انت ربيت حياتي وربيت روحي وربيت عقلي ربيت وجودي انت. فدعا لي الله عز وجل يجعلها خالصة عند الله. هذا الأب الحقيقي. أبوك اللي بده يخلصك من نار جهنم، بده يجعلك رفيق النبي في الجنة، هذا الأب. أما أب رب جسمك مشان يأكل رغيف الخبز وشوية لحم، كمان الخروف رب ابنه كمان بيأكل مثل أبوه، ما هي؟ والنملة كمان ما بتجيب أولاد، والصرصور ما بيجيب أولاد، كل ده بنجيب أولاد ما فيها شيء. أما الأب الحقيقي ابني هو أب الروح، فيلي الله عز وجل أكرمه بهالأب ده ما صار يتيم. فإذا رأينا يتيما إذن فاقد الأب لازم المجتمع كله يكون حنون عليه، يكون حنون عليه. وأنا بفرح لما بعرف في عيلة أيتام، بفرح يعني بفضل الله السنة وربي أكرم بعدة بيوت بعد فضل الله للأيتام يلي أنا بعرفهم ويلي الأخوان بيعرفوهم، ما تركت أحد. الله عز وجل يوفق، وبتمنى أنه أعرف الأيتام حتى أكرمهم، وبحياتي ما دمت حي بكرمهم. أتى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، أشكو إليك قسوة قلبي، قلب آسي، والقلب الآسي الله ما بيحبه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فقال له يا رسول الله قلبي قاسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يرق قلبك وتدرك حاجتك؟ ما بس يرق القلب، الله بيعطيك مناك بيعطيك طلبك. أتحب أن يرق قلبك وتدرك حاجتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال له ارحم اليتيم وامسح رأسه، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. يا سلام بإطعام اليتيم، كان النبي يحط اليتيم على فخده ويطعميه صلى الله عليه وسلم، كان يكرمه. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في العيد فرأى الأولاد يلعبون، ورأى ولدا يبكي، فأتى إلى الولد مسح رأسه قال له ليش عم تبكي؟ قال له مات أبي وترك لي مالا، فتزوجت أمي فأخذ عمي المال وتركني،
لا مع أمي ولا اشتركني، فأنا يتيم، الأولاد عم يلعبوا، أنا شفت أنا عم يلعبوا، أنا مالي لا أب ولا معي مصاري. فضمه النبي وقال: ألا تحب أن أكون لك أبا؟ وعائشة أما، وفاطمة والحسن والحسين إخوة. لما عرفوا رسول الله قالوا بلى. فضمه النبي إلى بيته وكان يطعمه بيده ويحطه على فخده ويطعميه. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بكى الولد بكاء مرا وقال: الآن أصبحت يتيما. هلأ أنا حسيت باليتم، حنان راح، حنان النبي منين رح يجيب مثله؟ الآن أصبحت يتيما. فضمه أبو بكر رضي الله عنه وقال: لا يتم لك، أضمك إلى أهلي وولدي. فضمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى بلغ. يا سلام، هي النبي عم يعطينا المثال كيف الإنسان يجب أن يعمل في الحياة. فصلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث الأجر لليتيم، قال: من قبض يتيما بين المسلمين، من قبض يتيما يعني جاب يتيم إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله، يعني حتى يصير بالغ ويحسن يوقف على رجلي، أوجب الله تعالى له الجنة البتة. شو معنى البتة؟ قطعا أوجب الله له الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. ما هو الذنب الذي لا يغفر؟ الشرك فقط، إلا إذا أشرك، والمؤمن ما لح يشرك، فمعناته غفرت ذنوبه قطعا. هذا جاب يتيم حطه في بيته، لكن المرأة بتقبل تجيب واحد على البيت؟ خلي عند أمه وكفله، بعت له بالشهر 100 ورقة، يعني ولو كان شيء قليل، ممكن القليل مع الكسرة شو بيصير؟ إذا كان كل 10 تكفلوا بيتيم يدفعوا له 1000 ليرة شهريا، كل واحد 100 بالشهر، 100 ما بتعجزك ولا بتفقرك، ومع المجموعة كمان هو عاش. هذا المفروض، المفروض لحنا لازم في كل حي، لو كان أهل الحي يا ابني لو كانوا بيرتبطوا بشيوخهم كان لازم غير هيك، كل حي لازم يكون له لجنة، لجنة لتربية الأيتام. مين اللي ماتوا الأولاد؟ هاللجنة بتتكفل بالبيت، بتتم تكفلة بالبيت لحتى يكبروا الأولاد. من أهل الحي كل واحد من أهل الحي بيدفع 50 ليرة شهرية، أي للأيتام، للأيتام. كم بيت فيه بالحي؟ بيطلع له 1000 بيت بالحي، 50 ليرة، 50,000، خلي نوجد 10 بيوت أيتام بكفوا، بكفوا شهريا ومنصمن. فهيك لازم يعامل الأيتام في البلد. رحمة الله عن رئيسنا حافظ الأسد رحمة الله عليه، أبني كان عامل ميتم خاص للأيتام، أبناء الشهداء كلهم شو هدول؟ أيتام. كان يقعد معهم وياكل معهم ويحن عليهم ويبوسهم، عطف الأب على الولد. فإذا كفل يتيم واحد، النبي يقول: كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وإذا 500-600 واحد وعم يحن عليهم ويعطيهم ويكرمهم، هدول شو؟ والله لعل بيتيم واحد الله يغفر له ويجعله في أعلى عليين. نسأل الله له المغفرة وأن يغفر لنا جميعا. هي من رعاية اليتيم. من الرعاية رعاية ابن السبيل. السبيل هو الطريق،
ابن السبيل يعني ابن الطريق. مين هو؟ اذا واحد مسافر وانقطع هذا شو يقال له؟ ابن السبيل. هذا له حصة بالزكاة، ندفع له زكاة، انه هذا ما في له مورد، ما في له مجال، ما في له محل يوي له، فهذا لازم نعتبره انسان منقطع، فلازم المجتمع كله يحن عليه، نأمن له منامته، نأمن له طعامه، نأمن له شرابه حتى يرجع الى بلده. هذا ابن السبيل. فالاسلام امر بالمسارعة لمساعدة ابن السبيل، خاصة اذا فقد المال. فقد المال، انسرق، وهذا السرقة لواحد مثل هاد، في ناس صيادة بيعرفوا شلون. هذا المرة جاي واحد بدوي من ناح الدير او من غير جاي، واحد من هذول المعلمين شافه لابس هالعباية، اجى عنده، يا هلا يا هلا بالامير حمد، يا هلا بالامير حمد، مرحبا امير حمد. قال له ابوي ماني حمد، ماني حمد. قال لا بالله انت حمد، لا بالله انت حمد، يا هلا بالامير حمد. يا ابوي والله ماني حمد، ماني حمد. قال له لا بالله انت حمد، ما انت الا الشمس بتنزع ببيت تبعك. قال له ايه؟ قال له انت حمد. يا ابوي والله ماني حمد. قال له لا بالله حمد، انت اللي الباب تبعك مجروح بالحيط، صح؟ قال له صح. قال له بالله هي انت حمد. لك ابوي والله ماني حمد، لا بالله انت حمد. قال له انا جيت لعندك انت اكرمتني، انا ما ناسي كرمك. قال له والله ابوي ما شفتك قبل اليوم. قال له لا بالله انت اكرمتني، وانا هلا بدي اكرمك، فانت اليوم ضيفي. هذا لما سمع ضيف وبده ياكل القاه حمد. يعني اخذوا على مطعم الامراء. هذا مطعم الامراء وين كان؟ باول سوق الحميديه، كان اول سوق الحميديه على ايد اليسار، كان هون مطعم اسمه مطعم الامراء. تفضل يا امير حمد، شرف امير حمد. فات قال لهم الامير حمد. هذا لما شاع مطعم محمد تفضل، فات جيبوا لنا لحم، جيبوا لنا شوي، جيبوا لنا كذا، جيبوا حلو، جيبوا كذا، ما في الا كثير، جيبوا هذا. تفضل امير حمد، كل يا امير حمد. هذا اكل، لكن هذا اللي عم ياكل اضعاف ما حتى اكتفى. فواكه حلو، فواكه اكل. قال له امير حمد شو رأيك نفس أرجيلي؟ أرجيلي كأرجيلي تكون. قال له والله زين. فز طلع حكى له يلي على الصندوق، قال له الأمير حمد بيدفع الحساب، مع الحساب مع أمير حمد، أنا بدي جيب له أرجيلي. طلع هذا وش الضيف. أمير حمد قعد 5 دقائق 10 دقائق، صاحب المطعم قال له يلا أخي دنيا الظهر الناس بتهدأ، قوم يا أمير. فز الأمير عم يشد العباية وطالع، وين الحساب؟ قال له أبويا أنا ضيف. قال شو ضيف؟ هذاك راح ما في غيرك بدك تدفع الحساب. أبوي والله أنا ضيف يا أبوي. قال له ما بدك تدفع الحساب. بدفع ما بدفعش الا حول عباية. حططوا المصاري، قول هالابن المحروقة، قول له ماني حمد، يقول لا بالله حمد. لك قول ماني حمد، يقول لا حمد. اكل على حساب الامير حمد وحططوا المصاري. في ناس يا ابني خبيرين بالسرقة، بدك تنتبه دائما، خاصة المسافر بده يكون منتبه كثير، إذا نزل بالفندق، إذا نزل بكذا يكون حريص دائما، حريص على المال، فما حدا يسرق ماله، ما حدا يتعدى عليه. إذا مريض
لازم نساعده. هذا كأنه غريب. والمسلم إذا مات غريبا كان من أهل الجنة. الغريب موتة الغريب شهادة. إذا مات غريبا فأكرمه لعل الله عز وجل أن يكرمك بذلك. ففي الدولة الإسلامية كانوا عاملين فنادق خاصة لابن السبيل المسافرين. هلأ إذا كان بالواحد وهو طالع نحو حلب كم خان بيمر بالطريق؟ هاي الخانات كان ينزلوا يغيروا الحصان يأكل وينام، تاني يوم يأخذ حصانه ويتم ماشي غير حصانه، حصانه تعب يأخذ حصان غيره بالرجع يحطه ويأخذ حصانه. فدائما كان هالمراكز اللي بالطريقة هي كلها كانت لابن الغريب للسبيل، بيأكل بيشرب. وإذا وصل إلى البلد كان بالبلد إن مرض فالمستشفى ببلاش، ونجاع المطعم ببلاش، بده ينام الفندق ببلاش. هي كان ابن السبيل. فابن السبيل لازم ندلله. والشيخوخة في الإسلام مكرمة تكريما كبيرا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا. الشيخ ما اللي باللفة والدقن يا ابني، الشيخ اللي عمره من فوق 40 سنة شو صار اسمه؟ هلا أبو زياد صرت شيخ ولا شيخ المشايخ صرت تطلع؟ يلي صار عمره 40 فما فوق صار اسمه شيخ. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. لما بيكبر الله بيبعث لك مين يحترمك ويقدرك. لذلك أنا كتير بحكيكم الله يرضى عليكم، إذا كنتوا قاعدين الواحد قبل ما يقعد شو لازم يطلع وراه؟ ما تخلي شايب وراك، دائما احترموا الشايب يلي بلغ عمره من فوق إلى 40-50 سنة، دائما خلوا يسند ظهره، خلوا دائما يرتاح. ولو أنت تعبت ريحه وأنت تعب، معلش هذا حق الشيخوخة حتى نأدي حق ذلك الإنسان الذي حمل السنين الطويلة على ظهره بما فيها من حوادث وبما فيها من أشياء. فأكرموا الشيوخ ما استطعتم. ألا بيحطوا أكرموا السيدات والشيوخ، ما هيك بيقولوا؟ أكرموا احترموا الشيوخ والسيدات، ما احترموا أكرموا. أكرموا الشيوخ والسيدات. المرأة إذا مع أولاد حتى كمان قدرها ساعدها عاونها حتى ما تقع في شدة. هي رعاية الشيخوخة. الله عز وجل عطف على الشيخوخة، الله رحم الشيخوخة، قال له إذا بتحسن تصلي واقف صلي، ما بتحسن صلي وانت قاعد، ما بتحسن انت قاعد سطح صلي وانت مسطح. هي رحمة الله للمصلي للعبادة. صيام قال له ما بتحسن تصوم، قال له افطار وطالع كفارة عن كل يوم 100 ورقة، على الشهر قدي 3000 ورقة، وبيأكل وبيشرب مثل ما بده. هذا إذا كان لا يستطيع الصوم، كبر ما عم يحسن الصيام. فالله تعالى سامحه، سامحه أنه تعب وختير، فسامحه بالصلاة أن يصلي قاعدا وبالصيام أن يفطر إذا كان عاجزا. يا سبحان الله، هي مين اللي أكرم؟ الله أكرم. ثم قال الله للأولاد، قل لهم آباءكم، آباءكم، وقضى ربك، قضى بحكمه وقضائه العدل أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
لأمك وأبوك، لا تقل لهما أف، كلمة أف عقوق، ولا تنهرهما، ماني فاضي عندي شغل، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما باللين والعطف، وبعدها واخفض لهما جناح الذل، يعني خليك مفتقر إلهم، متذلل بين إيديهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة بهم، حن عليهم، عطيف عليهم، وإذا صليت ادعي لهم وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا سبحان الله، هذا تأديب القرآن للمسلم. فيا ترى المسلم الشاب المصلي هيك عم يعمل؟ هاي الآية عم يطبقها؟ ما أمه ما أبوه؟ الله يهديكم يا ابني، الله يوفقكم تطبقوا يا ابني كلام الله، ويعلمني ويعلمكم شلون لازم نكون معهم. قد ما أحسنتوا ابني، الأمهات ثم الآباء، بروا أمهاتكم ثم بروا آباءكم، ويلي بيدفع بيقبض. الحمد لله اللي ربي عز وجل أنا وفقني، الحمد لله. والله يا ولدي بعرف كان دائما الوالدة وين ما بدها تروح، والله كنت أخذ النعل تبعها كندرتها، والله فرشي لها ياها بلحيتي، فرشي لها ياها بدقني. هاي يلي بيعرف بيعرف، واحد بيقول بجوز، ايه الله يفهمك. ولما تشوفها متأسرة او زعلانة خليها واقفة وفوت بين اجريها وبدي يحملها تضحك تكركر. ف والله يا ما كانت ليالي ما تنام طول الليل تدعي رب رجب يضع على رجب، ولما تشوفني يا الله يجعلك سكرة بقلوب الخلق يا ابني. سبحان الله، والله ما كنت أعرف شو هلا عم بعرفها، شو الله يجعلك سكرة بقلوب الخلق. الناس عم يحبوا الشيخ أكثر من نفوسهم. هذا يا ابني دعاء الوالدين، هذا بر الوالدين. الله عز وجل يثبتنا بقوله السابق، فدائما يا ابني ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن، وحمله وفصاله أدي 30 شهرا، 30 شهر حملتك 9 أشهر ورضعتك 2 سنين. هاي الآية على أنه الحمل أقل من 9 أشهر، إذا رضعتك 2 شهر وحملتك 6 أشهر شو صاروا؟ 30 شهر. بهالحكم هذا أنقذ سيدنا علي رضي الله عنه امرأة من القتل، جابوا امرأة لسيدنا عمر متزوجة من 6 أشهر جابت ولد، 6 أشهر، 6 أشهر معناتها زانية، فسيدنا عمر أراد أن يقيم عليها الحد، بده يرجمها حتى تموت. واجتمعوا الناس، اجى سيدنا علي، شوفي الزانية بدهم يرجموها، اجى لسيدنا عمر شو الأدلة على زناها؟ قالوا اجابت ولد 6 أشهر. قالوا صحيح مزبوط، ما زانية، شلون الولد ما 9 أشهر؟ قال له لا، اما قرأت القرآن؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، والله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فحولين 24 شهر، وست أشهر حمل صاروا 30، هي من زوجها. فسيدنا عمر رفع الحد وقال لولا أبا الحسن لهلكنا رضي الله عنه. فإذا حملتك 6 أشهر إلى 9 أشهر شو بيش بدك قابلها؟ فالعطف والحنان على الوالدين، ثم بعدين في رعاية العجزة في الإسلام، الأمراض، رعاية الوقت ما عم يساعدني أكثر. الله يتمم بالخير.
لك ورقه يعني انا واقف الورقه وين الورقه ما وصلت من سيارة داتسون مدخل المدرسة يلي إله السيارة داتسون الله يرضى عليكم لا توقفوهم في محل بيضايق على الغير الروضة بدنا لا يجيبوا الأولاد يلي إله السيارة يقوم يرفعها الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ولو كان الوقت واسع لقلت لكم العجزة شو حكمهم في الإسلام ورعايتهم ودلالتهم والمشردين شلون بيتعاملوا لكن كل يوم ان شاء الله تاخذوا شيء جديد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وفي كم سؤال يلي قاعد بيسال بيسمع حال مزعجه عند النساء كلما تكلمتم يا سيدي بحكم صارت كل انسه بتفهم بناتها وبتقول لفلانه قومي من هون وانت تعالي لهون وتبدأ تشرح لها الحديث الدرس أو الحكم وأنتم تتكلمون وتتحدثون وهكذا فإن فلان تقول آنستي وآنستيك وهكذا شوشرة وإزعاج حتى أن بعض الجديدات لم يعدن يحضرنا بسبب هالإزعاجات الله يسامحكم يا نساء أي ما ببطلوها الرجال بنوجدوا 1000 رجل بيكونوا ساكتين 10 نسوان بيتموا قرقر قرقر قر ما بيسكتوا اللي بدها تتكلم بالدرس تيجي تقعد محلي لنعطيها اللفة خليها تدرس محلنا بالدرس ما في حكي ما لازم تتكرر مرة ثانية ما تصيروا تحرموا الجديدات من العلم معنى كلمة اللهم يعني يا الله صل على سيدنا محمد أنا عاجز عن أداء حق نبيك فيا ربي أنت تكفل بأداء حقي هذا المعنى من اللهم طيب أنوي اليوم إن شاء الله السفر إلى العمرة الله يتقبل منكم ويردكم بالسلامة وسلموا لنا على سيدنا رسول الله وأوصيكم بكثرة الذكر قبل اللقاء فلعل الله أن يفتح لكم الباب ببركة ذكر الله يلي صل معبى كم سنة عم نرمي فيه زبالة 20 سنة بدنا ننظفه فلذلك الوساوس كلها في أول الأمر لابد منها تتغلب عليها عود وخليك عم تذكر الله اجت وساوس ما اجت أنا بدي الله قاعد الله الله بتنبقول الله لي أوري الصوان بيطلع وراء الصوان بيطلع وراء بس عود اذكر الله أنت الله يفتح عليكم ويرضى علي وعليكم مع السلامة